بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، يشرحه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا في الحلقة الماضية نستمع إلى حديث منكم فضيلة الشيخ عن الكتاب وما تعرض المؤلف له فيه من القضايا، ولعله بقي من هذا بقية قبل أن ندلف إلى موضوعات الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، بقي من مواضيع الكتاب إجمالا أن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب تناول إحياء الآثار، آثار المعظمين من الأنبياء والعلماء والرؤساء، لما في ذلك من الخطر على العقيدة، لأن هذا يفضي إلى الغلو في هؤلاء الأشخاص الذين تعظم آثارهم، فيفضي ذلك إلى الشرك، ولأن هذا لم يكن معروفا عن السلف الصالح، وهم أحرص على الخير وعلى متابعة الخير، ولم يعرف عنهم أنهم كانوا يعتنون بهذه الآثار، المساكن، المنازل إلى غير ذلك، لأنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل بها ولا يهتم بها، فما كان صلى الله عليه وسلم بعد البعثة يذهب إلى غار حراء ولا إلى غار ثور ولا إلى البيت الذي ولد فيه، ما كان صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا من ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فكذلك هذا الكتاب من وجه عام كأنه كتب في هذا العصر، كأنه كتب في هذا العصر، لأن المشاكل التي تناولها وطرحها للبحث وأصل فيها كلها موجودة الآن، فهو رحمه الله قدم لها حلولا ناجحة ودرسها على ضوء الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، مما ينتفع به أهل هذا الوقت. وهذا مما يدل على عناية هذا الإمام بشؤون المسلمين، ومما يدل على أن الله أنزل في علمه وكتبه البركة، بحيث إنها تعالج القضايا المشكلة في كل زمان، وينتفع بها الأجيال القادمة. وهذا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا العلم الذي ورثه هذا انتفع به المسلمون، ويرجع أجره إليه. وقد سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله
في كلمة ألقاها في بعض المناسبات في كلية الشريعة، فأتى بهذا الحديث وقال إن الصدقة الجارية قد تنقطع والولد الصالح يموت، تنتهي منافعهما، لكن العلم النافع هذا يستمر ولا ينقطع، يستمر الانتفاع به ويستمر الأجر لصاحبه، فهذا مما يميز العلم عن غيره من الأعمال الصالحة. فنرجو أن يكون شيخ الإسلام كذلك ممن يجري عليه أجر علمه ونفع كتبه إلى يوم القيامة. اللهم آمين. نعم. نبدأ. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال رحمه الله رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله هذا الكتاب النفيس بالسنة، في أن بدأه بسم الله الرحمن الرحيم وبالحمد لله رب العالمين. قد جاءت الآثار تحث على هذا، جاءت الآثار على البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم، بل جاء القرآن، فما من سورة من سور القرآن إلا وهي مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله ببسم الله الرحمن الرحيم، وكما كتبها سليمان عليه السلام في خطابه لبلقيس، قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نعم. قال: وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم. كذلك بدأه بالحمد لله، لأن كتاب الله مبدوء بالحمد لله، المصحف مبدوء بالحمد لله، وهي سورة الفاتحة، فأول ما يقع نظرك في المصحف على الحمد لله بعد بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا مما يدل على مشروعية البداءة بهاتين الكلمتين العظيمتين في كل عمل له أهمية، وفي الكتب العلمية خاصة. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أستعين بسم الله الرحمن الرحيم، فالجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقديره أستعين أو أتبرك بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحمد هو الثناء على الله عز وجل على نعمه وإفضاله التي لا تعد ولا تحصى. وقد بدأ الله الخلق بالحمد لله رب العالمين، كما في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وختمه بالحمد كما قال تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فهي كلمة عظيمة، وهي أيضا على لسان المسلم، على لسان المسلم هاتان الكلمتان بداية ونهاية، فإن المستحب للمسلم عند الأكل والشرب أن يبدأ ببسم الله وأن يختم بالحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. نعم، هذا مأخوذ من الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي بداية الشيخ بهذه بمضمون هذه الآية إشارة إلى موضوع الكتاب، نعم، الذي هو النهي عن البدع، لأن الله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة،
فلا يجوز لنا أن نحدث في الدين زيادة أو أن نبتدع بدعة، لأن هذا يقتضي أن الدين غير كامل وأننا نريد أن نكمل نقصه. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن جاء بشيء يتقرب به إلى الله وهو ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في هدي سلف هذه الأمة فإنه زيادة مرفوضة. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأعم من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. قال: وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم. نعم، هذا في آخر الفاتحة. الله جل وعلا فرض علينا قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من صلواتنا فريضة أو نافلة، وفي آخرها: اهدنا الصراط المستقيم. فرض علينا بمعنى أنه جعل قراءة الفاتحة ركنا من أركان الصلاة، وفيها: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط هو الطريق الحسي والمعنوي، والمراد هنا الطريق المعنوي، وهو الطريق الذي يوصل إلى الله وإلى رضوانه، وهو دين الإسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمستقيم معناه المعتدل الذي لا انحراف فيه ولا ميل، والموصل إلى رضوان الله وإلى جنته. والله جل وعلا أوصانا بذلك، فقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الصراط يسير عليه من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ممن جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. أما الفرق الضالة فإنها تأخذ بجانب وتترك الجانب الآخر، فاليهود أخذوا جانب العلم وتركوا جانب العمل، فلذلك غضب الله عليهم لأنهم يعصون الله على علم وعلى بينة متعمدين، فلذلك غضب الله عليهم ولعنهم. والجانب الثاني الذي يأخذ العمل ويترك جانب العلم ويشتغل بالعبادة ويترك جانب التعلم، فهذا ضال، لأنه الضال هو الذي يسير على غير طريق، على غير هدى، فهم ضالون لأنهم على غير طريق صحيح وعلى غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويمثل الجانب الأول من المخالفين اليهود، ويمثل الجانب الثاني وهم الضالون النصارى في رهبانيتهم وعباداتهم التي أحدثوها وهي ما أنزل الله بها من سلطان. ويشبه هاتين الفرقتين من هذه الأمة كل عالم لا يعمل بعلمه، وكل عابد لا يعبد الله على دليل وعلى بصيرة. فهذا الله جل وعلا أمرنا بقراءة هذه السورة وتكرارها لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة، ومنها هذا المعنى الذي في آخرها، وهو أن نسأل الله أن يهدينا، يعني أن يدلنا ويوفقنا ويثبتنا على الطريق الصحيح الموصل إليه، طريق الذين أنعم عليهم، وأن يجنبنا طريق الذين غضب الله عليهم وطريق الذين ضلوا عن الصراط المستقيم. فهو دعاء عظيم إذا استحضره المسلم وخاطب الله به، فإنه حري أن يستجيب الله له. نعم. أحسن الله إليكم. قال: صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. هذا من باب التمثيل وليس خاصا باليهود،
ولا بالنصارى، وإنما هو عام. لكن لما كان اليهود هم أول من ابتكر هذه الطريقة الغضبية مثل بهم، وكذلك النصارى لما كانوا هم أول من أحدث الابتداع في دين الله والرهبانية مثل بهم من باب التمثيل. نعم. فضيلة الشيخ، أهل اللغة يقولون لا يسمى الصراط مستقيما حتى يكون واسعا، فهل في وصف هذا الصراط بأنه مستقيم إقناع للأتباع وغيرهم أنه يسعهم بلا شك، وأنهم ليسوا بحاجة لغيره؟ بلا شك أن الصراط المستقيم يغني عن غيره ويتسع للأمة جميعا من أولها إلى آخرها، ما ضاق الصراط المستقيم حتى يبحثوا عن طرق أخرى. فالإسلام ولله الحمد واسع وشامل، وأحكامه وافية بما يحتاجه البشر في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي الأخبار الماضية والمستقبلة، الحمد لله، فهو حافل. نعم. قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، هذا من مكملات، بل هو من أركان الخطبة أن يشهد، أن يأتي بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهما شهادتان عظيمتان يجمعهما الركن الأول من أركان الإسلام. ومعنى الشهادة، معنى الشهادة الإقرار والاعتراف باللسان مع اعتقاد القلب، فأنت تشهد بما يعترف به قلبك وينطق به لسانك أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه. وهذا يبطل جميع ما يبطل جميع العبادات التي توجه إلى غير الله سبحانه وتعالى، كالعبادات التي توجه إلى الأضرحة والقبور، عبادات التي توجه إلى الأصنام وإلى الأشجار والأحجار وإلى الأولياء والصالحين، كلها تبطلها هذه الكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق، لا بد من هذا القيد، لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات كثيرة وهناك آلهة كثيرة لكن كلها باطلة، فإذا قلت بحق سقطت جميع هذه المعبودات، لأنها معبودة بغير حق، وهي آلهة بغير حق، هي آلهة بغير حق. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله الاعتراف ظاهرا وباطنا برسالته صلى الله عليه وسلم، فتعتقد أنه رسول الله وتنطق وتصرح بلسانك، فيلزمك بمقتضى هاتين الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله أن لا تعبد إلا الله، لأنك شهدت أنه لا يستحق العبادة إلا الله، فيقتضي منك هذا أن تفرد الله جل وعلا بالعبادة ولا تعبد أحدا غيره. وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي منك أن تتبعه وأن تطيعه وأن تسير على سنته، فلا تخالفه ولا تعصه عليه الصلاة والسلام، لأنك اعترفت ظاهرا وباطنا أنه رسول الله، رسول الله إليك. إذا كان رسول الله إليك يجب عليك أن تطيعه وأن تمتثل أوامره وأن تترك ما نهاك عنه، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. فشهادة لا إله إلا الله تقتضي التوحيد، وشهادة أن محمدا رسول الله تقتضي ترك البدع والمحدثات وعبادة الله جل وعلا بما جاء به رسول. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مقتضى الشهادتين. نعم. قال: أرسله بالدين القيم والملة الحنيفية وجعله على شريعة من الأمر. نعم، أرسله الله بالدين القيم، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم.
قال تعالى: ذلك الدين القيم. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو الدين القيم بمعنى القويم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا غموض فيه. والحنيفية معناها الملة الخالصة المقبلة على الله المعرضة عما سواه، وهي ملة إبراهيم. وقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. فملة إبراهيم حنيفية، وإبراهيم حنيف، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، بمعنى أنه مقبل على الله معرض عما سواه. نعم. قال: وجعله على شريعة من الأمر. وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر. قال تعالى: وكذلك جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال سبحانه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أمر الله نبيه أن يستمسك بهذه الشريعة التي أوحاها إليه وجعله عليها يسير عليها. فهذا يتضمن الوصية للأمة، لأمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تتمسك بهذه الشريعة وأن تترك أهواء الناس ورغبات الناس، ولا تلتفت إلى دعوات المضللين الذين يزهدون بالإسلام ويصفونه بالرجعية أو بالإرهاب أو يصفونه بالتضييق والتحجر إلى غير ذلك. فهو دين سمح ودين مستقيم ودين معتدل لا تشدد فيه ولا تساهل، فهو دين قيم كما قال الله جل وعلا: ذلك الدين القيم. نعم. قال: أمره باتباعها، وأمره بأن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أمر الله نبيه باتباع هذه الشريعة، قوله: فاتبعها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي سر عليها ولا تلتفت إلى ما سواها، لأنها هي الحق وما سواها فهو الباطل. نعم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره باتباعها وبأن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أمر الله نبيه في هذه الآية من آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي، أي هذه طريقتي ومنهجي الذي أسير إليه، أدعو إلى الله، أي إلى دين الله وإلى توحيده وعبادته ودينه. هذا هو الدعوة إلى الله عز وجل، على بصيرة أي على علم. فدل على أن الذي يدعو إلى الله يشترط أن يكون على علم، فالجاهل لا يصلح أن يدعو إلى الله، لأنه قد يحلل حراما أو يحرم، قد يحلل حراما أو يحرم حلالا، أو يقول على الله بغير علم، فلا يصلح أن يكون داعية. ولأنه لا يستطيع مجابهة الشبهات التي توجه إليه من قبل المعترضين، فلا بد أن يكون عنده علم يكشف به الشبهات المضللة، وإلا فإنه سيفشل في دعوته إذا كان على غير علم. على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله
أنا ومن اتبعني واقتدى بي على بصيرة، أي على علم. فهذا يؤخذ منه أن الجاهل لا يصلح أن يدعو إلى الله وأن يفتي بغير علم. أما أنه يأمر الناس بالخير على وجه العموم، يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالأمور الظاهرة ويحثهم عليها، فهذا كل عليه قسط من ذلك. لكن أمور الحلال والحرام وأمور الشرك والتوحيد وأمور البدع والمحدثات وتفاصيل هو لا يدخل فيها وهو ليس عنده علم. نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. نعم. وكذلك لما أتى بالشهادتين أتى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعنى الصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة على النبي معناها الاستغفار له، والصلاة منا معناها الدعاء لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فله حق علينا، وهذا له حقوق علينا، وهذا من أعظم حقوقه أن نصلي ونسلم عليه كلما ذكرناه، وأن نصلي ونسلم عليه في صلاتنا وفي دعائنا. فإن الدعاء معلق لا يقبل حتى يصلي الداعي على نبيه. فله حقوق علينا أعظمها هو الصلاة والسلام عليه، وبأن نكرر هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متتابعين. أيها الإخوة المستمعون، في نهاية لقائنا نشكر لكم حسن استماعكم، ونشكر لشيخنا ما تكرم به من الإفاضة والبيان. حتى نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.